الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة المتواضعة العشر الأواخر من رمضان. لقد مضى رمضان كلمح البصر، وها هو يستعد ليلقي تحية الوداع وليعلن أن أعمارنا تنقص، وكل ما ينقص سينتهي يوما، كما يعلن أن الفرصة تكاد تضيع. ولكن لا تيأسوا ولا تقنطوا، فقد ذهب معظمه وبقي أعظمه. إن كان الشطر قد ذهب يا قوم فالباقي ذهب، بل إنه أغلى ففيه أعز ما ربي وهب. العشر هي روح رمضان ولبه، وتأتي أهميتها أولا من كونها قريبة من انصرامه، فهي آخر فرصة للعتق وللنجاة. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: إنما الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكون الخيل أفطن منك. العشر الأواسط أحسن من العشر الأوائل، والعشر الأواخر أفضل من الأواسط. كما تأتي أهميتها من كونها تتضمن ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ فالصحيح أنها في رمضان وفي الأواخر منه وفي الليالي الوترية من العشر الأواخر. ليلة القدر هي ليلة الرحمة، ليلة العتق، ليلة العمر. من حرم خيرها فقد حرم. وأمثل فرصتها بحياة رجل أحاطت الديون بماله من كل جانب، وباع كل ما يملك من أجلها ولم تنتهي. فجاء واحد يقول له: أنا سأقضي عنك كل دينك فاعمل عملا قليلا. هذا الواحد هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وهي زكاة. وكما تأتي أهمية هذه العشر من كونها تؤدى فيها صدقة الفطر، وهي زكاة ترفع صيامنا إلى المولى، وتكون طعمة للمسكين ومنعا له عن ذل السؤال أيام العيد. معشر الإخوة والأخوات، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين، فرب رمضان هو رب كل الشهور، ونسأله تعالى ألطافه وإفضاله وإكرامه وإنعامه بأن يرحم ضعفنا ويعتق رقابنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يسلم لنا رمضان ويتسلمه منا متقبلا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.